حكمت المحكمة حضوريا حيث أن المدعية من تاريخ استلامها لورقة الطلاق انتفت صفتها الشرعية كزوجة للمدعي، ولا يتبقى لها لديه إلا نفقتي العدة والمتعة ومؤخر الصداق المسمى. النفقة كلمة لا يمكننا الاستهانة بها، فهي حقا معاناة حقيقية لا يعرفها إلا الذين يرتادون محكمة الأسرة. عقد الزواج زيه زي أي عقد، كل الشروط اللي فيه ملزمة للطرفين. فبين مد وجزر يحتدم الصراع بين الزوجين بعد الطلاق ليدخل معركة تصفية الحسابات، ويحاول في أغلب الأحيان كل منهما أن ينتقم من الآخر ويحمله النتائج. الشرع عادل، لكن احنا اللي احيانا بنظلم بعض. فتشتد حمى الزوجات امام المحاكم للمطالبة بالنفقة، فيما يحسب الزوج المطلق لهذا العبء الف حساب، اذ انه يكون عائقا بينه وبين المضي في حياة جديدة بحكم المصاريف التي من المفترض ان يدفعها شهريا لطليقته للتكفل باولاده. فالنفقة تنقسم لنوعين: نفقة العدة، وهذه النفقة مستحقة للزوجة بعد طلاقها وامتناع الزوج عن الانفاق عليها لحين انتهاء مدة العدة، والنوع الثاني نفقة الصغار، وتقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها على ألا تقل النفقة عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية. ووفقا للإحصائية التي أعلنت عنها الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، التي تفيد بأن نسبة قضايا النفقة تزيد عن 70% من إجمالي الدعاوى المقدمة أمام محاكم الأسرة، تمثل طعنة في حق الأبناء الذين يتهرب آباؤهم من مسؤوليتهم، فالضنا لم يعد غالي لدى بعض الآباء، كما أن النفقة تتصدر قائمة الشكاوى التي ترد لمكتب شكاوى المجلس. أنت مستني إيه بعد أنت وماما اتطلقتوا وسبتونا في الدنيا لوحدينا؟ حق بسيط للنساء يتهرب منه كثير من الرجال، ليجدن النساء أنفسهن أمام عناد من نوع آخر، حيث يرفع أزواجهن في وجوههن شعار ملكيش حاجة عندي وأعلى مفخيلك اركبي. قضية آلاف الستات، آلاف الأسر اللي ممكن حتة ورقة تهد حياتهم. يذكر أن نفقة الزوجة في القانون المصري يلتزم الزوج وجوبا بأدائها لزوجته، حيث لو امتنع عن الإنفاق على زوجته بغير حق شرعي فإن للزوجة أن تطلب من القضاء إجبار الزوج على الإنفاق عليها. الحكم غيابي بالحبس 6 أشهر مع النفاس. حكم إيه يا شويش؟ نفقة متأخرة. إسراء سعد، الحياة اليوم. قدام عيب يا شويش. في البداية طبعا برحب بحضراتكم مرة تانية، وعايزة أشكر الزميلة العزيزة جدا إسراء سعد على هذا التقرير، تقرير في غاية الأهمية وملف مهم جدا. معلش هعيد تاني وهفضل أكررها، إحنا في الحياة اليوم مهتمين جدا إن إحنا نناقش قانون الأحوال الشخصية بما له وبما عليه. مهم جدا إن إحنا كمان كل أسبوع تقريبا بنحاول على قد ما نقدر يعني إن إحنا نفتح ملف معين أو قانون معين ونحاول نعالجه. عايزين نسمع الناس، عايزين نشوف الناس بتعاني من إيه. خلينا أقول لحضراتكم بالأرقام، ما يقرب تقريبا من 11,000 قضية نفقة للأسف خسرتها الأم وخسرتها، أو خلينا نقول كمان خسروها الأبناء، علشان بيبقى في حاجة أو في نوع من التزوير بيتم من قبل الزوج، طبعا مع محامي ما عندوش أي ضمير، بيتلعبوا في الدخل للزوج علشان ما يقدرش أو ما يدفعش اللي عليه من ناحية نفقة على الأولاد، المدارس، على الزوجة أو المطلقة، يعني النفقة اللي ربنا اتكلم عليها. ما ده بقى بيجنن شوية، بس اسمحوا لي قبل ما أرحب بالضيوف، ده بيجنن شوية لأن بعض الرجال للأسف بياخدوا الدين والشريعة لصالحهم، يقولك أنا ربنا اداني مثلا رخصة زواج من 4، أنا مش عارفة رجال قوامون على النساء، مش عارف إيه، بياخدوا من الدين اللي هم عايزينه، ولكن لما يجي الموضوع بقى بواجب وواجب شرعي ومسؤولية ورجولة وإنسانية إلى آخره، مش مهم أنا هعند، أنا بقبض مثلا 100,000 جنيه، أنا هكتب في الورق وحزور وأقول إن أنا بقبض 1,000 جنيه من 100,000، أنا بدي أرقام يعني علشان ولادي ما يقدروش إن هم يحصلوا على النفقة، أو زوجتي دي أو المطلقة يعني أو اللي كانت زوجتي. تخيلين حضراتكم إن العند بيوصل لغاية كده إن أنا ولادي مش فارقين معايا. للأسف للأسف الشديد حالات كتيرة جدا جدا بهذا الشكل، وسيدات محترمات جدا للأسف هم اللي بيصرفوا على أولادهم، وأهاليهم اللي بيصرفوا على أولادهم، واللي ما يطلق عليهم مفروض أزواج أو يعني رجال أو أبهات أو أباء، شاريين دماغهم ومش فارق معاهم، وبيفتكروا ان هم باللي بيعملوه ده يعني هم كده ابطال او عرفوا يلعبوها صح.
للأسف الشديد. خليني أرحب بضيوفي، وإحنا مش بس هنعرض برضو القضية، إحنا هنحاول نلاقي لها حل. دايما كده أنا ببقى عايز إن إحنا أو بنبقى مهتمين كلنا كفريق إعداد برضو إن إحنا نعرض القضية ونلاقي حل أو نساعد في إيجاد الحل. خليني بس أرحب في البداية الأستاذة الضيفة العزيزة الأستاذة سالي الجباز، محامية متخصصة في قضايا الأسرة والعلاقات الزوجية. مساء الخير يا فندم. أهلا بيكي. أنا هو نورينا حقيقي بتمنيكي لقضايا المرأة. مشكورك جدا. والأستاذة سونيا إلياس هي فنانة تشكيلية وحالة أيضا بتبحث عن نفقة صغيرها، وطبعا هنسمع منها. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. نورانا. والأستاذ أيضا أحمد عكاشة، عضو مبادرة نفقة الصغير حق كبير. حلوة جدا اسم المبادرة. أشكرك عليها وعلى المجهود، بس طبعا هنسمع من حضرتك أكتر. خليني أبدأ مع حضرتك أستاذة سالي، وبما أن حضرتك طبعا محامية متخصصة في هذا الملف، إزاي لحد دلوقتي عندنا مشكلة في قانون الأحوال الشخصية فيما يختص بالنفقة، رغم المشاكل الكتير والشكاوى الكتير والحالات الكتير اللي شفناها على أرض الواقع فيها ضرر كبير جدا وفيها ظلم كبير جدا، مش هقول هنا للأم، أنا هقول للطفل. لحد دلوقتي إحنا محلناش هذه المشكلة اللي بنتكلم عنها بقالنا سنوات طويلة جدا. بصي، يعني أنا شوية هبدأ بالمقترحات هتلخص الفكرة كويس. النهارده واحنا بنعمل عقد الزواج بيبقى في حاجه اسمها مؤخر الصداق، صح كده؟ وفي حاجه اسمها مهر، بنكتب المهر جنيه عشان نهرب من الفلوس كتير هندفعها المأذون، بنكتب ان في حاجه اسمها مؤخر، وهي رايحه للمأذون بتنهي العلاقه الزوجيه اللي قايمه ما بين طرفين. ممكن نعمل حاجه حلوه قوي، نعمل حاجه اسمها حقوق الابناء في حاله وجود ابناء نتيجه العلاقه دي. النهارده المأذون يبقى معايا معاون، ما هو المأذون النهارده تابع لايه؟ لمحكمه الاسره، وفي حاله وجود اي مشاكل بيتم اللجوء ومدخله خصم لو في تزوير في قسمه الزواج. طب تعالى النهارده ندي اختصاص للمأذون في حاله انهاء العلاقه الزوجيه بموجب بالظبط بموجب قسمه زواج طلاق، نعمل حاجه حلوه قوي، اتفقوا في قسمه الطلاق او عقد اتفاق لاحق ملحق ان الاطفال هيدفع عليهم نفقه شهريه قدرها كذا. بنتي عملتي ايه؟ رحمتي الابناء اللي بيدخلوا المحكمه من خلال الام. عقد اتفاق. بس الاتفاق ده برضو ما ممكن حد دلوقتي يسمع المقترح ده يقول طب وانا هتفق ازاي دلوقتي رايحه اتطلق واحنا الاثنين يعني بينا مشاكل قد كده وكل واحد بيعند مع التاني، ازاي هوصل لاتفاق على رقم يناسبني؟ إيه؟ تمام. هي عملت ايه؟ هي قبرته بين حقوقها. ما هو للاسف هو في الطلاق كله بيبري عشان يقدر يخلص. هو طلق يعني نفسها بنفسها، ولا حضرتك بتنتقل معاها الى المأذون؟ خلاص انت ما يمليها عليك ضميرك عشان تصرفه على اولادك انت تقول اتفقت. تمام، ما اتفقتش ده برضو بيسجل في عقد الاتفاق، بس فكره ان يبقى في نيه على الانفاق ده طبعا بنقول ان الزوج ده الى حد ما خاف على مصلحه الابناء. المشكله في ايه؟ لما بنخش النهارده محكمه الاسره بقدم طلب في التسويه، غالبا الاب ما بيروحش رغم انه وقدره قادر العنوان غير سليم. يعني الاعلانات بتتضرب والاعلان غير سليم. طب لو احنا النهارده وقفت قدام المحكمه قدام القاضي، تمام، بشخصك او من ينوب عنه اللي هو مين؟ المحامي. القاضي في الحاله دي ايه؟ يحكم بالنفقه من تلقاء نفسه حد ادنى للزوجه اللي هو مثلا 1000 جنيه 700 جنيه الى ان يصدر الايه؟ التحري. يعني فكره وجود نفقه مؤقته بتحمي مصالح الابناء. بس ما هي برضو هنبقى بنواجه مشكلتين، اولا التلاعب والحيل اللي بتتعمل من بعض المحامين اللي ما عندهمش ذمه او ضمير، وبرضه يعني ما حليناهاش، برضه هيبقى في تلاعب. الناحيه الثانيه انت بتتكلمي ان انت معتمده على ضمير الشخص او ضمير الزوج او ضمير الاب. تمام. برضو انا عايزه حاجه ما تبقاش متوقفه على الضمير، لان انا بتعامل مع شخص ما عندوش ضمير اصلا. تمام. فانا مش عايزه ابقى اترهن اشارته. النفقه المؤقته مهمه جدا عشان احمي مصلحه الابناء. فيما يخص التحري، مين اللي بينزل يعمل التحري؟ معاون في قسم الشرطه. طب النهارده عندي محكمه الاسره فيها اخصائي اجتماعي واخصائي قانوني واخصائي نفسي، طب ما انا اعمل برضو موظف زي الخبراء في المحكمه المدنيه، يبقى مهمتهم هم اللي يجيبوا التحري. اصبح ايه؟ الموظف هو نازل، فهو دي وظيفته، المحكمه هي اللي بتفوضه، فاصبح في حاجه اسمها المصداقيه. غير لما طول الوقت عندي امين شرطه، وارد امين الشرطه مش كلهم عشان برضه ما نظلمش حد، بعضهم بيبتدوا ان هم يكتبوا مش اللي موجود على ارض الواقع بالظبط. فالنهارده عملت ايه؟ زي ما عندي خبراء في المحكمه المدنيه يبقى عندي خبير مهمته هو اللي يعمل التحري، زي بحث اجتماعي. يبقى انا كده عملت ايه؟ ما وصلتش طول الوقت، لا انا هطعن على التحري ان اجابه كتير، لا ده قليل. كمان خليني اقول لك حاجه مهمه جدا. في حاله استئناف النفقات،
ما ينفعش يا جماعه يبقى انا النهارده محكوم لي ب 400 جنيه لطفل صغير نفقه 400 جنيه واروح الاب يستأنفه. طب بالمنطق بدل ما اروح اجيب محامي وادي له اتعاب، تمام، ما انت هدي له 400 جنيه، ده اتعاب المحامي بتبقى عند وعدم يعني رجوله. مين اللي بيدفع ثمنه؟ الطفل الاول وفي الاخر. الطفل ده مين؟ ما هو ابنك اللي بيحمل ايه؟ بيحمل اسمك. بالنقيض انت من حقك تشوفه، احنا مش معترضين انك تشوفه، بس زي ما انت ما ندخل ابنك خصم عشان في دعوه رؤيه اديله حقه. طيب انا لو تسمحوا لي طبعا هرجع لحضراتكم تاني، لكن زي ما احنا كنا بنقول برضو مهم ان احنا نحاول نوصل صوت الناس. معانا على التليفون دلوقتي الاستاذ ابراهيم، هو من الاسكندريه. استاذ ابراهيم اتفضل يا فندم. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. انا بتكلم على الجزئيه اللي حضرتك بتتكلمي فيها، طبعا موضوع النفقه بتاعت الاولاد، تمام يا فندم؟ اتفضل. طيب انا انفصلت من مع زوجتي، تمام، واخدت الاولاد مني وما شفتهمش النهارده بقالي سنتين، والنهارده رفع علي نفقه، و يعني لفيت اسكندريه كلها عشان ادور على اولادي مش لاقيهم. يعني حضرتك كده بتتكلم ان انت مطالب انك تدفع نفقه ومش بتشوفهم. نفقه الطفل الصغيره يا ريت تشوفوا لنا حل كمان، احنا كاباء المفروض اللي احنا نشوف عيالنا. يعني هيك انا بتربط بين برضو موضوع او مشكله قانون الرؤيه والنفقه. طبعا مطالب طبعا ان انت تعمل دورك. هو النهارده الاولاد ذنبهم ايه؟ اكيد انا بتفق مع حضرتك على كل حال. نشكرك جدا استاذ ابراهيم، واكيد هنناقش برضو النقطه دي. استاذه صفاء من الدقهليه، مساء الخير يا فندم، اتفضلي. مساء النور يا حبيبه قلبي، ازيك يا حبيبي؟ اهلا بيك يا فندم. اهلا كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك بخير يا رب. ربنا يخليكوا، ربنا يخليكوا يا رب. بقول لحضرتك بنتي اتظلمت في حكايه ان المحل باعها للخصم بتاعها. وانا ممكن بس حضرتك نسمعك من التليفون. المحل باعها للخصم بتاعها. استاذه صفاء ممكن تسمعينا بس من التليفون لان احنا سامعين صدى صوت. طيب طيب حضرتك، المحامي بتاعها باعها للخصم بتاعها لجوزها. تمام. حكم عليها بالنشوز. بسبب المحامي. فمش عارفين نعمل ايه. ورفع عليها قضيه. طيب استاذه صفاء انا هستاذنك تتابعينا، وبرده رقم حضرتك عندنا في الكنترول، وهخلي طبعا الاستاذه هنا الاستاذه سالي طبعا وهي محاميه متخصصه في هذا الشان، يعني ان هي ترد برده على حضرتك علشان نفهم بالظبط ممكن تعملي ايه. طيب خلينا ناخد برده احمد، استاذ احمد من الشرقيه. استاذ احمد مساء الخير على حضرتك. مساء النور. مساء النور يا فندم. اهلا اتفضل. لو سمحت يا فندم، انا دلوقتي زوجتي بقالها شهرين عند اهلها. امها جابت العيال ورمتهم عندي في البيت، وانا اولادي يعني امي هي اللي بترعاهم، ودلوقتي هي رفع عليا خلع ورفع نفقه صغير. طب اديها نفقه على انهي اساس؟ يعني هي اولادي معايا وانا اللي متكفل بيهم، انا اللي بوديهم المدرسه، انا اللي بوديهم النادي، انا اللي بوديهم، انا اللي بصرف عليهم، باكلهم بشربهم، انا بعمل كل حاجه، اولادي معايا. طب يعني اعمل ايه عشان اللي انا اوصل لحل معاها دي؟ طيب وانا يعني الحياه ما بيننا شبه مستحيله خلاص، يعني ايه كده خلاص قفلت. تمام تمام، بشكرك استاذ احمد، وعلى قد ما نقدر طبعا هنحاول ناخد مكالمات ثانيه، بس مهم ان احنا نرد. طيب خليني اروح لحضرتك استاذ احمد طبعا، ونفكر حضراتكم مره ثانيه، هي مبادره نفقه الصغير حق كبير. طبعا احنا سمعنا حالات، وده يعني نموذج او دي بعض النماذج القليله جدا، في نماذج كتيره جدا بتعاني. فخلينا بس نفهم من حضرتك في البدايه ازاي عن طريق المبادره دي ممكن يبقى في ايجاد لحلول. دلوقتي حضرتك في البدايه طبعا بحب اشكر حضرتك على موضوع الحلقه، لان دي المواضيع من المواضيع الشائكه الموجوده في المجتمع. لو حضرتك نظرتي لاوراقه المحاكم وخصوصا محكمه الاسره هتلاقي اكتر من 70% دعوى نفقه. صح، دايما الرجاله بتتنصل، وبدا دلوقتي عند ما بين الطرفين قضايا، كم قضايا رهيب، نفقه ورؤيه وي وي وي. حمله نفقه الصغير هي حمله بتصب اهتمامها لمصلحه الصغير دون النظر للطرفين سواء الزوج او الزوجه، لان كل اهتمامنا موجود بينصب على حق الصغير.
عشان كده خدنا اسم الحمله اللي هو حق صغير حق كبير. كويس. الحمله ديت عشان نعرف بس الساده المشاهدين بالنسبه للجزئيه ديت بتضم مجموعه كبيره من حمله الماجستير باتحاد خريجي التعليم المفتوح تحت اشراف مؤسسه زيد نبراوي للقانون اللي بترأسها استاذه سالي الجباس. انا النهارده محاميه. بس النهارده محاميه. هدف الحمله هو حمايه اطفال مصر من التشرد. دلوقتي حضرتك لو بصيتي لجزئيه النفقه. كم الدعاوى اللي موجوده داخل اورقه المحاكم الوحيد المضرور فيها هو الطفل. هو الطفل. بسبب عند من الطرفين. دلوقتي حضرتك لما نيجي نبص على جزئيه النفقه ده حق وواجب على الاب ان هو يصرف. الاب بيتهرب، محكمه الاسره ليها ورق بتاخد الحكم، وبعد ما تاخد الحكم حضرتك اشكاليات تنفيذه بتبقى مستحيله وبتبقى صعبه. القضيه تبقى من 2010 سي تخلص 2013. طب لما تخلص 2013 في خلال الفتره دي الاب متنصل، الام مش لاقيه، المضرور الولد او الطفل. طب خلينا دلوقتي نعرف جزئيه معينه. ان الاحصائيه قالت ان الاف الاحكام ديت الصغير بيبقى داخل اورقه النيابات، داخل الاسم، داخل المحاكم، بيسخط على المجتمع. ولما يسخط على المجتمع ده بيؤدي لنتيجه عكسيه، ان الطفل ممكن يعني من جواه كده والدته مش عارفه تاخد حقها. لا هو هيبقى اصلا يعني اقل شيء نقدر نقول هيبقى نفسيته غير سليمه، مش هيبقى بني ادم يعني منتج او يعني صحي او بيعيش في جو صحي اصلا. تعالي يا فندم نبص على الدعاوى الكيديه اللي بتحصل من الطرفين. زي ما استاذه سالي كده اشارت من شويه ان التحريات بيعملها امين الشرطه او شيخ الحاره الموجود داخل اقسام الشرطه. زي بقى انا بضم صوته لصوتها ان ياخدها موظف من وزاره العدل داخل محكمه الاسره. وليه لا بتبقاش لجنه ثلاثيه؟ لان زي ما حضرتك اشرت من البدايه ان انت بتعامل ضمير بشر. الزوج بيتنصل بدعاوى كيديه كتير لدرجه ان هو ممكن بعد ده كله يروح رافع على المدام او الزوجه قضيه زنا. يا ساتر. الهدف منها التشهير. اسكت حضانتها. الهدف منها التشهير بحيث ان هي تزهق وفي الاخر خالص تقول لك انا مش هكمل. الزوجه برضه تبص تلاقيها يعني حضرتك لو دخلتي على الفيسبوك او على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بالمحامين اللي حضرتك قلتي بعض المحامين منعدم الضمير طبعا، تبص تلاقي حد يقول لك انا المدام بتاعتي بعتالي جواب من مكتب تسويه المنازعات وعنده عقارات انقل الملكيه، روح اكسر باب شقتك وخد العفش انقله في مكان تاني. والله يا فندم بيحصل. اه طبعا. وخد العفش انقله في مكان تاني واعمل لها محضر سرقة، هي عشان خاطر يضرب الدعوة بتاع استرداد المنقولات. بقى كل الفكرة عملية عند من الطرفين والولد أو الطفل هو من الطرفين المضروح. بقى خلينا نقول بنسبة كبيرة من الرجل يعني. بنسبة كبيرة من الرجل معلش برضه يعني. حضرتك برضه عنده بنسبة. وفي حالات احنا سمعناها يعني فيها لحد ما طبعا ظلم من المرأة، أنا ما بقولش حاجة، بس هنا يعني النسبة الأكبر جاي الظلم عدم ضمير من الرجل. الإشكالية في النفقة يا فندم هنا بتتلخص لما يكون الراجل مش موظف او بيعمل بيمتهن مهنه من المهن الحره. دكتور فاتح عياده بيكسب كويس بس مش هتقدر تمسك عليه. محامي عامل لو موظف مفيش اشكاليه لان تروحي احنا لا بس هو ممكن برضه يروح بيتلاعب برضه عن طريق مفاوضات المرتب هو ده إن هو المرتب الاساسي احنا دلوقتي بنناشد القضاء الشامخ قضاء مصر ان هو يضم الدعاوى في دعوه واحده لهدف واحد عشان نوصل للعدالة الناجزة. دي فكرة برضو عشان نوصل للعدالة الناجزة. وفي فكرة تانية ان حضرتك في حاجة اسمها صندوق رعاية الأسرة بتاع الأسرة. الصندوق دوت محكمة الأسرة لازم ان احنا نطور الصندوق دوت لان صندوق رعاية الأسرة ده تابع للدولة. دمغات الزواج بتروح منه. لما نخصص منه جزء للنفقة بس للأزواج المتعسرة يبقى احنا دلوقتي حلينا مشكلة. ده حضرتك بتروح بقى لما ابعد كمان يعني دلوقتي. يا فندم زي ما حضرتك اشرت في بداية الحلقة ان احنا زهقنا من رصد المشكلة. عايزين حلول. عايزين نرصد المشكلة والحل معاه. بنك مصر الاجتماعي حضرتك ده ليه دور كبير جدا بس للأسف غير مفعل. بنك مصر ده لازم نطوره. نطوره ازاي يا فندم؟ بنك مصر مشكلته ان هو حتى
لما بيجي يدي نفقه لازم يكون حكم نهائي. طب الزوجه تصرف منين؟ لان الزوج لما بيصدر عنده حكم اول عليه حكم اول درجه بيستأنف الحكم في القضيه تقعد بالسنه والاثنين والثلاثه. طب دلوقتي حضرتك انا عندي حد عايز نفقه انا استنى لغايه ما يبقى الحكم نهائي رغم دور هدف البنك الوحيد ان هو يحط فوايد على الزوج عشان احبسه متجمد. طب حضرتك بتقترح هنا بقترح بالنسبه لبنك ناصر ان هو يصرف نفقات بموجب طلب التسويه خلاف بقى العراقيل بعد حضرتك ما بتاخد حكم نهائي بنك ناصر بيشترط عليا ان انا يكون معايا توكيل خاص. أيه. طب ما انا ممكن اشتغل بتوكيله يا استاذ احمد ايه يا فندم بتعمل له انت توكيل يعني الموكله بتيجي بتعمل البنك ناصر توكيل عشان يعرف عشان تتصرف من باب اولى ما انا معايا توكيل من البدايه بالظبط معاك توكيل من البدايه وتقول له يقول لها ايه هات لي بقى معلومات عن اذا كان مؤمن عليه ولا مش مؤمن عليه. طب انا عامله لك توكيل جوه قلب البنك ما تستعلم انت عنه مش محتاجه ان احنا نستعلم عنه. طيب احنا معانا سياده المستشار بهاء ابو شقه رئيس اللجنه التشريعيه بمجلس النواب ورئيس حزب الوفد ايضا. سياده المستشار مساء الخير على حضرتك يا فندم. اهلا مساء الخير اهلا وسهلا اهلا بحضرتك يا فندم. يعني انا سعيده ان حضرتك بتكلمنا وسعيده ان حضرتك برضو يعني تحاول تناقش معانا هذه القضية. بنتكلم هنا عن قضية النفقة أو مشكلة النفقة في مصر للأسف يعني أرقام كبيرة جدا وعائلات كتيرة جدا وأمهات وأطفال بيعانوا من هذا القانون ويبقى فيه تحايل زي ما حضرتك طبعا عارف. فالحل إيه يا سيادة المستشار؟ عايزين نسمع من حضرتك. شوف أقول لحضرتك الحل أن يمكن أنا أطلقت ما يسمى بأننا في حاجة إلى ثورة تشريعية في كافة مناحي التشريعات القائمة أصبحت في كثير من التشريعات لا تواجه احتياجات أو المشكلات الواقعية في الشارع المصري وهذه بتشكل مأساة عندما نكون أمام تشريع في واد واحتياجات ومطالب ومشكلات المجتمع في واد آخر ولذلك يعني بالنسبة لقوانين الأحوال الشخصية من القوانين التي في حاجة إلى أن نكون أمام تعديلات كاملة صح أن نكون مش تعديل أن نكون أمام قوانين جديدة كاملة صح. هذه القوانين بينوا السبت فيها طبعا الجهات المعنية ومنهم الأزهر وبما يتفق ويتوافق مع جهات المجتمع المصري وبما يستطيع أن يغطي ويقضي على كافة المشكلات التي أفرزتها قوانين قائمة ومنها قوانين الأحوال الشخصية. طيب تسمح لي سيادة المستشار ولذلك يعني إحنا بنواصل ليل ونهار في تعديلات ومنها آخرها تعديل قانون الإجراءات الجنائية حوالي 600 مادة انتهينا منه من اللجنة الدستورية والتشريعية وهيناقش القانون لنكون أمام قانون حديث قانون على أحدث النظم الإجرائية. فيعني بالنسبة لقوانين الأحوال الشخصية أعتقد أنها في حاجة إلى ماسة وضرورية وعاجلة لأن نكون أمام تشريع جديد يغطي كافة الجوانب الأحوال الشخصية ومنها المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق وما الآثار التي تنجم عنها في هذا الشيء. طيب سيادة المستشار حضرتك رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب فإحنا منتظرين الخطوة تيجي من حضرتك أو تيجي من اللجنة إمتى يا فندم هيكون في على أرض الواقع ده أو نقدر نقول القوانين دي إنها ترى النور وتبدأ إن هي تطبق ويبدأ التأثير الإيجابي كمان على المجتمع المصري يحصل ومبقاش فيه ظلم مبقاش فيه أمور متروكة لضمير الزوج أو الشخص يعني إمتى يا فندم نقدر نقول لابد أن نكون أو نستحضر النص الدستوري مشروعات القوانين إما أن هذه المشروعات بتعرضها رئيس الجمهورية أو بيعرضها الحكومة أو بنكون أمام نائب فبيضع مشروع قانون ثم يكون هناك توقيع عشر الأعضاء على الأقل لكي يعرض على مكتب المجلس ثم يعرضه على اللجنة المختصة ومثلا مثل هذا القانون يعرض على
اللجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه. فدي الدستور هو الذي ينظم ذلك يعني. ان فهذه المساله بتحتاج الى ان نكون امام يعني اسرع ان نكون امام نص مقدم من الحكومه في هذا الشان، في ان نكون امام مراجعه كامله لكي نكون امام تشريع خاص، تشريعات خاصه بالاحوال الشخصيه، تشريعات جديده تستلهم وتستحضر المشكلات القائمه ومطلب الشارع المصري. احنا منتظرين اي تحرك من الثلاثه، سواء عن طريق الرئيس، عن طريق الحكومه، او عن طريق نائب في البرلمان، لان اعتقد في امور كثيره وقوانين كثيره محتاجه اعاده نظر. وزي ما حضرتك سياده المستشار كنت بتتكلم، قانون الاسره او الاحوال الشخصيه تحديدا محتاج فعلا تعديل بشكل كبير جدا في قوانين لم تعد مناسبه تماما للوقت الحالي. سياده المستشار بهاء ابو شقه، بنشكرك جدا يا فندم على هذه المداخله. طيب انا لو تسمحوا لنا بقى هروح لاستاذه سونيا، وزي ما كنت بقول لحضراتكم هي حاله طبعا فنيه تشكيليه، لكن حاله بتعاني برضو من هذا القانون وعندها مشكله، حابين برضو ان احنا نسمع حضرتك بالظبط ايه الازمه ابتدت امتى وايه اللي حصل تحديدا. اوكي، انا كنت متجوزه من الدكتور محمد احمد فارس، هو دكتور امراض نساء، عنده 3 مستشفيات، مصر الجديده وجسر السويس والمحله، متجوزين من 15 سنة. فحصل ما بيننا مشكلة، المشكلة كانت عنده هو، يعني اللي خلاني أخدت قرار، صدر منه حاجة معينة خلاني أخدت قرار بالطلاق وأصرت على الطلاق. رفض تماما أن هو يديني ورقة طلاقي، قعدت أجري ورقة الطلاق حوالي 3 سنين تقريبا. تعنت في ان هو يصرف على البنت، ما بيصرفش عليها اللي بيتناسب مع دخله. حضرتك عندك طفله واحده؟ بنتي عندها 12 سنه، ما بيشوفهاش خالص، تتصل بيه بالتليفون يقولوا لها اللي بيشتغلوا عنده ملوش بنات اسمهم جودي. هو بيرفض تماما انه يكلمها او يرد عليها في تليفونات، مش عايز يصرف عليها اي حاجه نهائي، رغم ان الكشف الواحد بتاعه 700 جنيه لا يقل عن 40 كشف في اليوم الواحد غير العمليات والحاجات دي كلها. رفع عليا قضية، يعني مجرد ما أنا طلبت وقلت قضية نفقة، رفع عليا قضية بحجة أني أنا مسيحية وهو مسلم، رغم أنه هو اتجوزني وأنا مسيحية، خلف مني وأنا مسيحية، قعد معايا 15 سنة وأنا مسيحية، يعني ما هو ما تفاجئش بأن أنا في يوم وليلة مسيحية. فجينا الجزئية اللي أنا متخوفة منها، إن القانون بيقول حسب رؤية القاضي، الشارع بيقول إنه الزوجة المسيحية تعامل زوج بمعاملة الزوجة المسلمة. فإذا هنا إزاي القانون بيتعارض مع الشارع؟ ده بالإضافة أني أنا النهاردة، يعني هل لفظ مسيحية دي شتيمة مثلا؟ عيبة يعني. عيبة طبعا. لا يعني طبعاً. ولو شيء هو شايف أنه هو عيب، عمله ليه؟ اتجوز ليه؟ هل هو كان فقد الأهلية وقت ما اتجوزني من 15 سنة؟ بالإضافة أنه اتهددت طبعا باللفظ، اتقالت لي كده، أنا هعرف إزاي أخلي الجماعات الإسلامية تتصرف معك. ده راح لحاجة بعيدة قوي، لحاجة بعيدة خالص. طب هو علاقته ايه بالجامعات الإسلامية بقى؟ عايزين نعرف. على اعتبار ان انا مسيحية، يعني ما يعني في ده امر غريب المسيحيين في مصر. ايه ده يعني؟ فهو طبعا يعني هو راجل عنده قدرة مالية عالية جدا، فبيبتدي ان هو يعني يستغل الشكل ده. فده بالإضافة أن هو نقل ممتلكاته بأسامي الزوجة الأولى وعنده بنتين كبار، نقل ممتلكاته بأساميهم. ده طبعا عشان خاطر يهرب من النفقة. أكيد يهرب من النفقة، وفي نفس الوقت أنه يعني كنوع من الانتقام، ازاي انا اطلب الطلاق؟ يعني هو الموضوع ده بالنسبة له يعني أزمة. فأنا مش قادرة أفهم برضو هنا إزاي يتقال حسب رؤية القاضي، إذا كان أصلا الشارع بيقول الزوجة المسيحية تعامل معاملة الزوجة المسلمة.
يعني انا الجزئيه دي هنا مفتوحه هنا بالنسبه لنا في القانون الثغره دي مفتوحه انه القاضي هو يعني ما بيشوفناش اكتر من 5 دقايق عنده الاف القضايا قدامه. فانا النهارده انا بتهدد بنزع الحضانه مني لبنتي، بنتي ما تقدرش لا تعيش من غيري لا انا اقدر اعيش من غيرها، طبعا ده متفهم من رابع المستحيلات. فالجزئيه دي يعني قانونا انا شايفه انها من يعني المفروض انها تتقفل، يعني يرفع الراجل قضيه على طليقته لسلوكها اوكي، لكن لكونها مسيحيه ما ينفعش. انا بتفق مع حضرتك جدا. انا للاسف الشديد وانا هعتذر ان الوقت جري والفقره قصيره، ولكن لو حضراتكم برضو ظروفكم تناسب ممكن احنا نعمل فقره نكمل الجمعه الجايه وده ملف. استاذن في حاضر انا هدي حضرتك كلمه نهائية، بس انا دلوقتي هنسق مع الاعداد فريق الاعداد ونعمل الجمعه اللي جايه فقره استكمالا لهذا الملف. احنا برضو هنتكلم عن النفقه وهنتكلم كمان مع محامي او ممكن استاذه سالي برضو تكون معانا، والفكره كلها ان الفقره احنا بنسمع حضراتكم، يعني احنا هنخصص الفقره كلها ان حضراتكم تتصلوا بينا ونحاول ان احنا نجاوب كمان على حضراتكم ازاي تتصرفوا من مختصين هم اللي ينصحوكم. كل حال اتفضلي في عندك حالات ومحتاجه ان هي تعرف اجابات سريعه ممكن تواصلوا معايا على صفحتي الشخصيه برضو طيب. سالي الجباس بالعربي استاذه أو من سالي الجباس عندها برضو صفحه وممكن حضراتكم تتواصلوا. انا بعتذر ان انا ما ردتش على الاجابات دلوقتي، لكن وعد مني الجمعه الجايه هنكمل هذه الفقره وهنرد على حضراتكم ونحاول ان احنا نلاقي حلول، وهتمنى يبقى في تواصل كمان من المسؤولين نحاول نفهم ازاي برضو على الصعيد الاخر ممكن ان احنا نحل ده. انا هشكر حضراتكم وهسيب لحضرتك الكلمه. اتفضلي. عايزه اوجه كلمه للدكتور محمد فارس، اقول له يا دكتور طليق حضرتك اتقي ربنا في بنتك، لانه ربنا اسمه العدل وما يرضاش بالظلم اللي انت عملته فينا. يعني دكتور محمد اعتقد واتمنى تكون رساله وصلت، لو حق الرد ممكن يتصل بينا ممكن يبقى ينورنا ما فيش اي مشكله، لكن الملف ده مازال معانا. انا بشكر حضراتكم استاذ احمد انا بعتذر وبشكرك، واستاذه سالي واستاذه سونيا شكرا لوجود حضرتك. شكرا.